لاعب سيف لاعب يلا روح هاي شباب الشوط الثاني نلعب هداوي هداوي والله بناخذ سهوله الحقيقه بناخذ سهوله بس لعبوا لنا باصات خلينا نحط جول حلو انا ما في وقت هدي النار ما بس هلا خلينا نركض شوي نحمي شوي ابو حماد عمولي نسى خير انت بالنص ابو حماد خلي اليوم نظامي فكروا خليكم مع بعض شباب لعبت في تقريبا 3 سنين مع الكسوه قدمنا انجازات وكنت لاعب انا خط وسط ومهاجم بس الوقت خط وسط يمين كنت يعني مميزين بين الشباب يعني عندي سرعه الحمد لله كانت سرعه كبيره في تمييز يعني كان بعدنا الشباب التقيت على نادي الشابيه وعلى نادي الغزلانيه لعبت بالغزلانيه 3 سنين وبن الشابيه 7 سنين الشابيه هي قريبه على الضيعه تبعنا لعبت فيه يعني 7 سنين يعني مبسوط هيك بين الشباب ومنسج جميل وكان في شباب يعني طيبه وكان في لعيبه الحمد لله يا رب العالمين كنت مبسوط كثير معه حتى اجت الثوره هاي وقفنا عن اللعب تقريبا 3 سنين انا يعني ثالث سنه قصيت بتر القدم السنه الثالثه بالثوره الحمد لله رب العالمين يعني هلا اصابه يعني ما وقفتني عن لعب الرياضه او ممارسه الرياضه كملت مع الشباب واستلمت نادي العتيبة حاليا مشتركي مهرجان الغوطة والحمد لله يعني في نتائج باذن الله تعالى طيب رح تسمعوا الايام الجايه يعني المهرجان صار له كم يوم بلش إذا ما في فقط خلاص سجل هون حط له جانا جانا 8 لا محمود شو رقم هذا جانا 15 خلينا برا يلا محمود بكر حارس العب العب يلا يلا هون هون حمي يلا برضه هات هات لا ما تروح ركبت ما بدك تمرر فيها روح